العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأهدنا إليك سواء السبيل وثبت قلوبنا على الحق. يا سميع يا بصير يا تواب يا رحيم إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعد، أيقول الشيخ اللقاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه وعلومه الشارح الشيخ أحمد الصاوي في الدارين آمين، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه لحق. ما زلنا في شرح هذا البيت وقد سبق ببيتين وهما الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرض دين على التوحيد. الآن في هذا البيت بدأنا فيه والآن نستكمل ما يتعلق به. فأرشد، الفاء هنا جاءت للتعقيد يعني جاء فأرشد، والإرشاد كان منذ أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ أو منذ أن نبأه الحق سبحانه وتعالى، يعني الإرشاد كان مصاحبا للرسالة والنبوة. ولكن الذي يقف معنا هنا أن الإرشاد الذي هو متلبس أو مقرون فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، يعني الإرشاد الذي قرن بمشروعية السيف أو الجهاد، هذا لم يكن منذ أول الدعوة. فكيف حسن أن تأتي الفاء وهي للتعقيد، والتعقيد يفيد المجيء، أنه منذ مجيئه أرشد متلبسا بسيفه أو شرع معه السيف منذ أول أمره، وهذا لم يكن. فالمعنى قلنا أن الفاء كما اختار البعض الأحسن أنها للتفريع وليست للتعقيد، يعني مجرد التفريع، يعني تفرع عن مجيئه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، تفرع عن ذلك الهدي والإرشاد باللسان وبغير ذلك من الوسائل، ثم مشروعية الجهاد بعد ذلك. هذا هو الأحسن. وإن كانت الفاء للتعقيب فقد قلنا إن التعقيب في كل شيء بحسبه. ليه؟ لأن إرشاده صلى الله عليه وسلم بالسيف يعني مقرونا أو مستصحبا مع السيف لم يكن ذلك عقب البعثة، إنما كانت مشروعية الجهاد بعد ذلك، يعني كانت في السنة الثانية في شهر صفر، كانت في السنة الثانية من الهجرة، يعني مدة طويلة عندما شرع الجهاد، يعني لم يكن الجهاد قد شرع بعد. قالوا الإرشاد في كل شيء، التعقيب في كل شيء بحسبه، يعني مثلا نقول كذا أو يقول أحدنا جاء فسلم، يعني اقترن السلام بمجيئه، هنا فيه فورية، فيه التعقيب اللي هو فيه فورية. أما إذا قلنا تزوج فلان فولد له، أي
عقب الزواج ولد له عندما جاء وقت الولادة، وليس المراد الترتيب الذي يفيد التعقيد مع الفورية، وإنما ولد له أي عندما وضعت امرأته أو عندما تمت أشهر الحمل، معنى هذا. فالتعقيب في كل شيء به. ويدل على ذلك قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هل جعل غثاء أحوى يكون عقب إخراجه؟ لا، يستمر فترة. إن الفاء إما أن تكون عندنا ثلاث أشياء: إما أن تكون للتفريع وهذا هو الأحسن، وإما أن تكون للتعقيب، والتعقيب في كل شيء بحسبه. يعني مثلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوما، كيف يعني نفهم هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لو عشت إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر، ما إنه مكث في المدينة 10 سنين، لما معناها 10 سنين، فكيف يقول لو عشت؟ ومع أن الحديث يقول في البخاري ومسلم: قدم المدينة فوجد. فالفاء تدل على التعقيب في كل شيء بحسبه، يعني عندما اختلط باليهود وعاملهم عرف أنهم يصومون، يعني معناها لم يعرف أن اليهود يصومون عند قدومه. إما أن تكون الفاء للتفريع في هذا البيت، وإما أن تكون للتعقيب، والتعقيب في كل شيء بحسبه، وإما أن تكون بمعنى ثم، يعني الفاء تكون بمعنى ثم، وهذا يفيد التراث. والذي أخرج المرعى فجعله أي ثم جعله غثاء أحوى. الحروف تنوب أو تتعاور عن بعضها. فأرشد الخلق، من المراد بالخلق؟ كل الخلق، إنس وجن وملائكة وحيوان وجماد وغيره، ولا المراد بالخلق أي من آمن به؟ يبقى الخلق إن كان المراد بها من آمن به، يبقى الإرشاد معناه صيرهم راشدين، يعني أصبحوا إن كان المراد بالخلق المؤمنين فقط، يبقى أرشدهم يعني بمعنى صيرهم راشدين، يعني جعلهم مؤمنين مطيعين تابعين له. وإن كان الإرشاد بمعنى التبيين والدلالة والتوضيح وبيان الطريق الصحيح، يبقى هنا الخلق عموما جميعا، وليس يعني العموم بمعنى العموم، ولكن معنى العموم بمعنى المكلفين، من كلف، يعني أرشد الإيه؟ من آمن ومن لم يؤمن. فالدعوة والإرشاد عام، فهناك الهداية أو الإرشاد على إيه؟ على نوعين: الإرشاد بمعنى التوفيق وبمعنى أنه يدخل في الإيمان، والإرشاد بمعنى التوضيح والدلالة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني هدى الله الناس جميعا، يعني وضح لهم المعالم وبين لهم طريق الهداية، هذا للكل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، كيف تأتي أنه يهديهم ثم يضلهم؟ بمعنى بعد إذ أرشدهم، يعني بين لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. الإرشاد هنا معناه البيان والتوضيح، وليس معناه التوفيق وهداية الاتباع. هذه هي الهداية الخاصة بمين؟ بمن آمن. إذا هذا المراد بالإيه؟ بالخلق. لدين الحق، نعم، الخلق يعني معناها المكلفون أو الذين كلفوا بالدخول في دعوته، وكل من أرسل إليهم، وهذا على العموم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
فبين للجميع سواء كان البيان بواسطته أو بواسطة من اتبعه من أمته إلى أن تقوم الساعة. فكل الإرشاد الذي يكون تابعا على يد أفراد أمته فهو فيه أصل صلى الله عليه وسلم. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فالحق الأولى دي اللي فيها مضاف إليها الدين اسم من أسماء الله يعني لدين الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله من أسمائه الحق ومعناه إيه؟ الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. يعني معنى اسمه تعالى حق أي أنه ثابت يعني ليس إيه؟ باطلا يعني حقيقة ليس وهما ليس إيه؟ خيالا ليس كذبا. فالحق هنا اسم من أسماء الله معناه إيه؟ الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ولا يقبل الزوال أزلا ولا أبدا ولا يتصور في العقل عدمه. تعريف ذي تعريف ذي الواجب لا يتصور في العقل عدمه. وقلنا الحق يستعمل في يستعمل في الأقوال والعقائد والأديان ويقابله الباطل. والصدق يستعمل في الأقوال فقط خاصة ويقابله الكذب. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه يعني الباء هنا مش للسببية. ليه؟ لأن إرشاده صلى الله عليه وسلم لم يكن بسبب السيف إنما بسبب الحجة والبيان. يبقى الفاء هنا ما ينفعش نقول به ما ينفعش تقول للسببية. ليه؟ لو قلنا إنها للسببية يعني معنى كده السبب الإرشاد كان هو الايه السيف وهذا لا يقبل في العقل. وإنما الباء هنا في بالسيف باء الايه باء الملابسة أو المصاحبة يعني إرشادا مصورا بهديه. ليه؟ لأن الدلالة والإرشاد كما بينا لا يكونان بالسيف قطعا بل بإيه؟ باللسان. يبقى الباء هنا لإيه؟ المصاحبة أو الملابسة بسيفه وهديه. المفروض يقدم إيه؟ يقدم الهدي على السيف يقول بهديه وسيفه. وقلنا الحق في الحق مذكورة في الشطرة الأولى وفي الشطرة الثانية. في الأولى اسم من أسماء الله وفي الثانية يعني وهدي الحق لما هو مطابق للواقع. الحق في الثاني بمعنى المطابقة للواقع يعني بمعنى الصدق في الايه في الثاني لأنه بينهما جناس ثاني يعني اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى. وشرحنا هذه في المرة الماضية ولا داعي للإطالة فيها. وقلنا سبب تقديم السيف على الهدي إيه؟ مع أن الهدي سابق على الجهاد الأول هدى ودعا الناس ووضح لهم وأقام الدلائل وصبر على الأذى وأمر بالصفح والعفو إلى آخر ولم يؤذن بالجهاد إلا متأخرا. الأول كانوا يعني يؤذون ويعذبون ويقاتلون ومع ذلك لم يشرع القتال. وفي قوله تعالى أذن للذين يقاتلون معناه كان القتال غير مأذون فيه وكان ممنوع يعني كانوا يؤذون ويضربون ويقردون من بيوتهم ويؤمرون بالصبر. وكذلك كثير من الآيات فيها كده فاعف عنهم واصفح حتى يأتي الله بأمر يعني لما يجي أمر من الله أو هتعمل حاجة تحركك الآن خطأ لأنه ما عندكش قوة ما عندكش حماية. فالأولى تصبر لأنه لو شرع الجهاد من أول الأمر لقضي على المسلمين في ساعة واحدة يلمهم بسرعة ويمسكوا ليه يمسكوهم نسف
إنما مش من الحكمة. فكان يؤمر به بالصبر، واصبر إن الله لا يضيع، واصبر فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، سيأتي الفرج، سيأتي كذا، سيأتي كذا. فلم يشرع من الأول. طب لماذا قدم هنا؟ فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه، فقدم السيف على الإيه؟ على الهدي، مع أن الهدي سابق على الجهاد. ليه؟ في تقديم مش معناها للسبق، يعني إذا قدم شيء على شيء فليس معنى أن المقدم سابق على المقدم عليه، ولكن هناك في تقديم بمعنى أنه بقدم لأهمية المقدم، إذا في تقديم لبيان الإيه؟ الأهمية. فكأنه يريد أن يبين أهمية الجهاد العظمى، لأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم من هدي وشريعة وأحكام مطهرة لا يتم حفظها ولا يتم إظهارها للناس إلا بالجهاد، خصوصا في مبدأ دعوته. أخذ سر التقديم عشان بيان أهمية الجهاد، يعني معناها لو ترك هذا الأمر يعني معناها فيه صغار الأمة، وفيه أوان، وفيه منع لهم من إظهار شعائر دينهم. وكم رأينا في كثير من البلاد التي تغلب فيها أهل الكفر، ماذا صنعوا بالمسلمين؟ أغلقوا المساجد ومنعوا الأذان وعملوا أشياء كثيرة جدا. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. والحق قلنا في الأول اسم من أسماء الله الثابت الذي لا يقبل الزوال، أو معناه المتحقق وجوده دائما وأبدا، يعني وجوده هو الوجود الحق. أما ما عداه فإنه وجود مستمد من وجوده سبحانه وتعالى. بسيفه، ما المراد بالسيف؟ المراد بالسيف هنا السيف معناه موضوع له لآلة القتال، ولكن لا يراد الآلة فقط، ولكن كل ما يباح استعماله في الجهاد. ولكنه خص السيف وحده بالذكر لأنه أشهر آلات الإيه؟ الجهاد والحرب. فعشان شهرته اكتفى به عما عداه، لأنه يعتبر القوة التي شرع لنا أن نجاهد بها الأعداء ليست مقصورة على السيف. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر في الحديث الصحيح القوة بالرمي، فكل ما يرمى به يعتبر آلة في الحرب ويشرع. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم رمى المشركين في يوم بدر أو في يوم أحد، رماهم بالحجارة في يوم بدر. وكذلك كان مع سيدنا عكاشة رضي الله عنه جزل حطب انكسر، كان معه السيف فانكسر، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب فأعطاه له، فعاد في يده سيفا صارما قويا. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفسر السيف بما جاء أو بما يشرع لمقاتلة أعداء الله، وسواء كان هذا السيف، لما قال بسيفه أضاف الميم بسيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط أن يكون بيده، وإنما سواء كان بيده أو بيد من تبعه إلى يوم القيامة. ومعنى بسيفه يعني الذي كان يحمله أو الذي يحمله أحد من أتباعه، لأن مشروعية الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته واحدة إلى يوم القيامة. فإذا أضيف السيف بمعناه له صلى الله عليه وسلم بالأصالة ولمن تبعه في دينه وعلى هذه العقيدة إلى أن تقوم الساعة.
فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. إن قلت هنا في الشرح إن إرشاده بالسيف لم يكن عقب البعثة لأن الفاء تقتضي التعقيب، بل كان بعد ذلك، يعني في السنة الثانية في شهر صفر، في السنة الثانية من الهجرة في شهر صفر كانت مشروعية الجهاد. أجيب على على ذلك. طيب ما المراد بهديه؟ أرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه. ما المراد بالهدي؟ الهدي ما جاء به من كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة المطهرة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يراسل الأعداء أولا بالقرآن ويدعوهم إلى الإسلام وإلى مكارم الأخلاق، فإن أجابوا فظاهر، وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد. وهكذا أصحابه وخلفاؤه من بعده يجب عليهم أن يفعلوا كما فعل. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم سيدنا أبو بكر لما امتنعوا عن الزكاة قاتلهم، فقالوا له: كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم يشهدون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، والزكاة من حق المال. يعني هنا في استثناء في الحديث إلا بحقها. وقلنا أن معنى الإرشاد يعني إذا كان لعموم الناس يبقى معناها الدلالة والبيان، يعني إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. ولكن البعض قد يظن أنه مشروعية، يفهم كما وقفنا في الدرس الماضي عند مشروعية الجهاد، يفهم فهم خطأ، وأن الجهاد شرع لحمل الناس أو لإكراههم على الدخول في هذا الدين واعتناق هذه الملة، وهذا خطأ بين. ولذلك في خيبر، في غزوة خيبر، وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ليقاتل في اليهود، فماذا قال له؟ شوف، رايح يقاتل ورايح في معركة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في البخاري: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى معنى هذا في قتال، فذكره بأنه الهداية، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فالأساس الذي نتعامل به مع الخلق جميعا هو هدايتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: لأن يهدي يوم خيبر عندما بعثه مقاتلا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا يشير إلى أن المقصود بمشروعية الجهاد ليس قتال الناس أو إرهاب الناس أو ترويع الآمنين أو احتلال الأرض أو نهب الثروات أو التسلط، وإنما يبين لنا أن الغاية العظمى من مشروعية الجهاد هي الهداية. كيف نفهم ذلك؟ تعال نذكر ما قاله الإمام السبكي رضي الله تعالى. يقول قلنا الغاية أو المقصود من القتال هو الهداية، يعني هداية الخلق ودعاؤهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن أمكن ذلك، يعني إن أمكن،
أحيانا يمكن أن نلتقي بالناس ونشرح لهم هداية الإسلام فيعتنق هذا الدين وكفى الله المؤمنين القتال. وأحيانا ما يسيبوك الشروح يمنعوك ويصدوك. إن الذين كفروا إيه؟ وصدوا. فالصد ده والمنع عقبات في طريق الدعوة. وكيف نتخلص منها؟ ما فيش وسيلة لإزاحة هذه العقبات من طريق الدعوة وتمكين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تبليغ الرسالة إلا القتال. هنعمل إيه؟ لو سمونا كده وتركونا ما فيش مشكلة. فشوف كده، إن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهذا أفضل. يعني لو استطعنا من بالأدلة والإقناع والحجج خلاص. ومن هنا نأخذ، شوف كده بيقول الإمام السبكي، بيقول إيه؟ بيقول إن أمكن ذلك، يعني بيقول الأساس الأصل في الجهاد هو هداية الناس. فإن أمكن بالعلم، ولذلك ما بيبدأوش القتال مباشرة، بيعرضوا عليهم الدعوة ويخيروهم بين أمور. فإن أبوا وأصروا خلاص لابد من إيه؟ فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهذا إيه؟ أفضل، ده أعلى حال. قال ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء. شوف كده، مداد العلماء اللي حبروا به كتبه ده أفضل عند الله تعالى من دم الشهداء. يعني معنى كده الهداية بالعلم والإقناع والمناظرة أحسن من الإيه؟ استعمال السلاح. إذا الأصل ده قال ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء. وإن لم يمكن يعني ما نفعش، يعني معناها في علم وفي أدلة، لكن إيه؟ في عناد وفي رفض وفي منع للناس من استماع هذه الأدلة. في يعني إيه؟ قوة بتمنع. وهو القوة لا إيه؟ لا يتم إزالتها إلا بالقوة. قال وإن لم يمكن إلا بالقتال قاتلنا. يعني إذا سدت الطريق وما فيش فائدة ولا بد مما لا بد منه، يبقى ما فيش حل، لازم إيه؟ لا. فإن لم يمكن إلا بالقتال قاتلناهم إلى إحدى ثلاث. شوف حتى عندما نبدأ في القتال حيبقى أمامنا ثلاث غايات مش غاية واحدة. قال إن لم يمكن، يعني الأول العلم والأدلة والتوضيح والحجج. ولو كلي بين الناس وبين سماع الحجج الواضحة والأدلة، لو كلي بيننا وبينهم لدخل الناس في دين الله أفواجا. الكرة الأرضية كلها لا يبقى على وجه الأرض كافر لولا وجود العقبات ولولا وجود الأهواء والعصبيات والمصالح والأمور الأخرى والتعصب. يعني لولا ذلك، لولا الباطل ومصالح الناس الشخصية التي تمنع وتحول بين الناس وبين اتباع الدين الحق لدانت الأرض كلها للإسلام. لكن لحكمة يعلم الله، إن عندما يصل الأمر إلى القتال بأمامنا إيه؟ ثلاث أشياء. قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات. الغاية الأولى هدايتهم وهي المرتبة العليا. قال أعلى حاجة إحنا بنقاتل من أجلها إنه إيه؟ الهداية، حتى يعلموا أن هذا الدين حق وأن أهله إيه؟ يستبسلون ويبذلون أغلى شيء وهي الأرواح فداء لهذا الدين. فيعلم أن هذا الدين حق، لأنه لا يمكن الإنسان يبذل روحه أو يعني أغلى ما عنده في سبيل يعني شيء كده زائل، لابد أنه يعني وراءه نعيم عظيم. فهذا طريق أيضا للهداية، هي المرتبة العليا إيه؟
هدايتهم. طيب هذه هي الغاية الأعلى. الثانية إما أن نستشهد دونهم وهي مرتبة وسطى في المقصود. شوف جعل المرتبة الأولى الهداية والمرتبة الثانية الشهادة دونهم، يعني لم يقل المرتبة الثانية أن نقتلهم، لا أن نقتل نحن دونهم، يعني نحافظ على الكفار نسيبهم أحياء وإحنا اللي نموت. ليه؟ إما أن نستشهد دونهم وهي مرتبة وسطى في المقصود ولكنها شريفة لبذل النفس، يعني مثلا هذه مرتبة شريفة لبذل النفس من حيث بذل النفس التي هي أعز الأشياء أفضل من حيث إنها وسيلة لا مقصود لذاته. يعني مثلا هل القتال ده أننا نقتل دونهم ونستشهد ونضحي بأرواحنا هذه وسيلة وليست غاية؟ لأني أنا لا أقتل في سبيل الله عندما أقاتل الأعداء لأحصل على الشهادة، لا، ده القتال لوسيلة أعلى لإعلاء كلمة الله، وهذه وسيلة إلى غاية. إذن المرتبة دي أقل من المرتبة الأولى، لأنه لا نقصد الشهادة لذاتها وإنما نقصدها لإعلاء كلمة الله. إذن فهذا مقصود لا وسيلة ليست مقصودة لذاتها إنما لغاية أفضل منها، والمقصود إنما هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. إذن كانت الشهادة مرتبة وسطى بعد مرتبة الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لسيدنا علي لأن تستشهد أو لأن تقتل في سبيل الله خير لك، إنما قال له لأن يهدي الله بك، يعني جعل الهداية أعلى حاجة والشهادة تليها في الدرجة. بذل النفس ده ليس غاية إنما هو وسيلة لإعلاء كلمة الله، فالغاية هي هي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإما الثالثة قلنا قاتلناهم لإحدى ثلاث، الأولى الهداية، والثانية الاستشهاد دونهم يعني البقاء بقاءهم هم وقتلنا وذهابنا نحن. لما احنا بنحافظ عليهم هم، ما هو لما نحافظ عليهم هم يعني معناها حيبقوا مدة في الحياة ممكن يهتدوا فيها، بدل ما نعجل بقتلهم، ما لو سبناه سنتين ثلاثة بدل ما قتل الآن ممكن بعد سنة بعد اثنين ممكن يهتدي، وافرض ما اهتداش ممكن يتزوج فيخرج الله تعالى من أصلابهم من يوحد الله تعالى، يعني نبقيهم أحسن. وإحنا اللي نموت هذه وسيلة ودرجة وسطى. وإما قتل الكافر وهذه هي الرتبة الثالثة، ليست مقصودة. ليه؟ لأنها تفويت نفس، يعني معناها لما الرتبة الثالثة اللي قتل مين؟ قتل الكفار، لا نقصد قتلهم. ليه؟ لأن هذا فيه تفويت لنفس يرتجى أن تؤمن أو أن يخرج من صلبها من يؤمن، ولكنه هو الذي قتل نفسه لومين بإصراره على الكفر. يعني أنا أمامي أحد أمرين، يا إما أقتل أنا أو يقتل هو، فأنا بتجنب بكل طريقة قتله وحاول أديله فرصة، لكن هو مصر على على قتلي، ففي الحالة دي ما فيش حل. فلما بذل الشهيد نفسه التي هي أعز الأشياء إليه وباعها لله سبحانه وتعالى طلبا لإعلاء كلمته فاقتطع دونها،
ويعينه تعالى على ما يتحمله المتحملون من أجله، ولا شيء أعظم مما يتحمله الشهيد. جزاه الله سبحانه وتعالى بما تقصر عنه عقول البشر. هذا كلام الإمام السبكي الذي يبين فيه أن القتال بيننا وبين الأعداء إلى إلى ثلاث غايات: الأولى هدايتهم، الثانية أن نقتل دونهم، الثالثة قتل الكفار، لأن قتله أصبح هنا ضرورة لإزاحته من طريق الدعوة ولإبلاغ الناس هذا الدين الذي أرسل به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الحق سبحانه وتعالى فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. والإظهار ده عاوز قوة وعاوز إعلاء، وعاوز إذن الجهاد غايته حراسة الدين وحمايته وإزالة العقبات والدفاع عن المؤمنين وتأمين طريق الدعوة. ولم يكن الجهاد للإكراه أو لغير ذلك من المعاني التي يحاول المغرضون تشويه الإسلام بسببها. ده مبادئ الإسلام تقرر في كل وضوح: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والله تعالى يقول لنبيه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اقرأ يا سيدي البيت الرابع الآن، فضل. كيف نرد على شهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قتل الناس؟ هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، لا يراد الناس جميعا، لأن الآية الكريمة توضح في سورة التوبة أن قتال أهل الكتاب ليس ليقولوا لا إله إلا الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فجعل إعطاء الجزية يعني كف، إنما هنا حتى يقولوا. فهذا المراد بالناس هم أهل مكة الذين حاربوه وقاتلوا ووقفوا في طريقه ونقضوا العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبينه. فليس هناك عهد ولا ذمة، إنما هو الإسلام أو القتال، يعني في طائفة معينة مخصوصة نقضت العهد مع رسول الله وجاء الأمر بقتالهم. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. منهم مش كل المشركين، وإنما المشركين اللي هم نقضوا العهود طائفة معينة، وليس جميع أهل الشرك. نعم. كل هذا يدخل في هذه آيات القرآن الكريم: سنته الشريفة، معاملته، أخلاقه، مجادلته، النصيحة، كتبه التي كتبها، أصحابه، كل هذا داخل في هذا. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. لو هم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا تجوز السبب، كيف الجواب هذا؟ العبرة إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا تجوز السبب. مش هنا مفيش عبرة، هنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أم يحسدون الناس. أليس هذا لفظ عام؟ هل يراد به كل الناس ولا ناس معينة أنعم الله عليهم آتاهم الله الكتاب والحكمة؟ بلاش كده. الذين قال لهم الناس إن الناس، هل يعقل إنه هنا عموم وهنا عموم، ولا المراد بالناس إيه؟ نعم. على كل شيء قدير. نعم. تعوز أي حاجة تكتب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته،
على نبينا ابي يكرر الابيات عشان ايه تحفظوها. على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد فارشد الخلق قلنا وقد عرى عرى يعني اصلها عريا بمعنى خلا زي التعري وليس عرى من يعرو يعني بمعنى اصابر عرى اصلها عريا عشان مش هيستقيم الوزن فحذفت الايه الياء وانطلبت ايه كسره الراء فتحه بقت عرى واصلها عارية فارشد الخلق لدين الحق وعارية المضارع بتاعها ايه ها يعرى انما ذكت عرى يعرو ايوه تمام فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العافي بن رسل ربه وآله وصحبه وحزبه صلى الله عليه وسلم. قوله محمد هو أشرف أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا محمد ده اسم مش كده؟ نعم. اسم ايه معنى الاسم؟ وهذا أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم. ده الاسم كلمة موضوعة عند العرب بإزاء المسمى. نعم. اسم في ايه؟ مسمى. نعم. وفي عملية الوضع بتسمى تسمية يعني هناك اسم ومسمى وتسمية وهناك واضع لهذا الاسم اللي هو بيسموه المسمي يبقى الاسم هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو لتخصيصها عن غيرها اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو لتخصيصها عن غيرها يعني مثلا سميت ابني فلان وسميت الثاني فلان إن هذا الاسم يميز به عن أخيه وعن غيره من الناس يبقى الاسم اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو لتخصيصها عن غيرها كعمرو وإيه وزيد وبكر المسمى هو الذات المقصود تمييزها بالاسم يعني عمرو ده اسم وزيد اسم والشخص اللي هو مسمى زيد ومسمى عمرو هو إيه ده هو المسمى هو الذات يبقى المسمى ليس هو الاسم الاسم هو اللفظ الموضوع على ذات لتشخيصها أو تعيينها أو تمييزها عن غيرها والمسمى هو الذات يبقى الاسم غير الايه المسمى بس باعتبارات إن أريد باللفظ بالاسم اللفظ فهو غيره وإن أريد المفهوم فهو عينه يعني إن أريد اللفظ أنت اسمك أحمد وشخصك ذاتك ده هو المسمى الاسم غير المسمى أما إن أريد مفهوم الاسم يعني مدلوله الاسم هو الايه هو المسمى لا 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 يبقى الاسم تاني هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو لتخصيصها عن غيرها زي عمرو زيد ده أقول المسمى مش هو عمرو زيد المسمى هو الشخص عمرو شخص مين وشخص زيد طب والتسمية هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات دي اسمها ايه تسمية والوضع هو تخصيص لفظ بمعنى إذا أطلق فهم ذلك المعنى والمسمي هو الواضع لذلك اللفظ يعني الوضع هذا اللفظ بيسمى إيه؟ المسمي يبقى في مسمي ها وفي مسمى ها وفي اسم وفي تسمية أربع أشياء مسمي اللي هو الواضع ومسمى اللي هو الذات واسم اللي هو زيد او عمرو او كذا او اسماء الاشخاص او البلاد او الجمادات مش شرط الاسماء تكون لاشخاص تكون لاشياء تسميه ها محمد هو اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم وله اسماء كثيره فقد يعني هذا الاسم هو ايه ها اشرف
أشرف أسمائه وكذلك أشهرها، يعني أشهر اسم له صلى الله عليه وسلم إيه؟ بحيث إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى مين؟ إليه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأسماء الأخرى أحمد وحامد والأسماء الكثيرة له صلى الله عليه وسلم والمصطفى. يبدأ محمد أشهر إيه؟ أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها. ليه؟ ولذلك اختص بأمور منها، يعني اسم محمد بالذات له خصائص لا يشترك معه فيها بقية الأسماء. فاسم محمد يتعين الإتيان به في التشهد دون غيره، يعني في تشهد الصلاة لو قلت أشهد أن مثلا أحمد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أحمد، ما ينفعه. فيتعين في التشهد أو في النطق الدخول في الإسلام، وهو أسماء النبي كثيرة، فتقول مثلا وأشهد أن محمود رسول، يقول لك لا كذا مش هتدخل الإسلام، لازم تقول محمد. يبقى يتعين الإتيان به عند النطق بالشهادتين، وكذلك يتعين الإتيان به في تشهد الصلاة دون غيره. هل سمعت حد ينفع في التشهد وانت بتصلي تذكر اسم، ما هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم غير محمد في تشهد الصلاة؟ أو واحد عاوز يدخل في الإسلام وعاوز نلقنه الشهادتين، ينفع نلقنه اسم ثاني؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة أكثر من 200 اسم. إذن يتعين الإتيان به في التشهد دون غيره، ويكره حمله في الخلاء. يعني لو معك حاجة ورقة أو شيء مكتوب عليها مثلا أي اسم ثاني من أسماء مثلا غير محمد ما يكرهش، إنما ده بالذات يكره الدخول به عند الخلاء قضاء الحاجة. ويجب تحويله من اليد عند الاستنجاء، يعني لو كان موجود في اليد لازم يحول عنها إلى إيه؟ إلى اليد الأخرى. يبقى ده من خصائص اسمه إيه؟ يبقى هو أشهرها وهو إيه؟ وهو أشرفها. كمل. نعم. فقد ورد أن له ألف اسم كما أن لله ألف اسم. ورد إيه معنى ورد؟ يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم واردة فقط، يعني لم نضعها نحن، ليست باجتهادنا، وإلا لو كان بمزاجنا كذا نسميه، إذا كان طائفة الممثلين سموه أسماء عجيبة، وطائفة التجار سموه كذا، وطائفة المهندسين بقي فوضى. ولذلك أسماؤه صلى الله عليه وسلم توقيفية بإجماع، بخلاف أسماء الله، يعني أسماء الله فيها خلاف، هل هي توقيفية أم غير توقيفية؟ إنما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية بإجماع باتفاق. وسيأتي الكلام ليه، إيه السبب؟ قالوا أصله إنه صلى الله عليه وسلم بشر يتساهل في إيه؟ في إطلاق أسماء عليه لا يحبها، يعني ممكن نتساءل عشان نبشر، بخلاف مقام الألوهية فلا يتجاسر عليه أحد، فلذلك سدت الذريعة في حقه. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي مأمونة، خلاص كده. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سدت إيه؟ الذريعة. الناس حتتجاسر، جماعة الصعايدة هيعملوا أسماء عصبيات، جماعة الفلاحين هيعملوا، كل واحد هيتعرض، لا. فلا يجوز إطلاق اسم عليه إلا إذا إيه سماه به أبوه أو جده، أو ورد في كتاب الله أو في سنة، أو سمى به صلى الله عليه وسلم نفسه. ولكن هذا الاسم أشرفها وأعلاها لاقترانه مع اسم الله في كلمة التوحيد. طبيعة عدد أسماء، وقيل أسماء ألف أسماء أكثر أقل، المهم هي إيه؟ توقيفية. ولما ورد أنه خلق النور المحمدي وسماه محمدا، ولأنه مكتوب على أوراق أشجار الجنة وعلى دائرة العرش، ولا يدخل أحد من الجنة إلا بذكره،
ولو من الأمم السابقة، لأن الأنبياء أبوابه لما ورد في الحديث الشريف. هنا في إشارة لما ورد أنه أي الحق سبحانه وتعالى خلق النور المحمدي وسماه محمد. الحديث اللي هو فيه إيه؟ ذكر في المواهب اللدنية، والبعض نسبوا إلى مصنف عبد الرزاق اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ده حديث موضوع. لا ليه؟ لأنه لا يعرف من غير المواهب في تحقيق للعلماء فيه، ورواية ابن سبع وما ذكره الجرقاني منهما عن البيهقي، وقد صرح صاحب المواهب بأنه من رواية عبد الرزاق، ولكن لم يذكر من الذي رواه عن عبد الرزاق. عبد الرزاق معروف أنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، متوفى سنة 221 هجري، كان أحد أئمة الحديث، أخذ عن مالك ومعمر وابن جريج وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وأخذ عنه الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية، وأخرج له البخاري في الصحيح، إلا أنه عمي في آخر عمره وانتحل التشيع، يعني في آخر أيامه أصيب بالعمى وقيل أنه مال إله، وكان يروي عن الضعفاء والمتروكين أو الوضعين. فهذا الحديث عند من رواه عن عبد الرزاق غير معروف عند الحفاظ، لم يروه أهل الصحيح ولا أصحاب السنن ولا أصحاب السير، حتى زي إسحاق اللي هو الكاتب ابن إسحاق والحلبي، ولم يرويه القاضي عياض في كتاب الشفاء مع كثرة المناسبات التي فيها ذكر فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره السيوطي في جمع الجوامع ولا في كتاب القصائص. فلو كان هذا القصائص الكبرى، فلو كان هذا الحديث له وجه من الصحة لذكره الإمام السيوطي فين؟ في القصائص على الأقل، أو ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء. فهذا الحديث مجهول السند، ومجرد وجود عبد الرزاق في روايته لا يكفي في توثيقه، إذ لا ندري من رواه عن عبد الرزاق، ولا عبد الرزاق رواه عن مين، أو بين عبد الرزاق وبين جابر بن عبد الله كم واحد، فلذلك غير صحيح وغير حسن، يعني لا يحكم على هذا الحديث لا بالصحة ولا به لأنه حسن. وكذلك من جهة ألفاظ الحديث، لأن الحديث طويل، الحديث مش سطر واحد، الحديث طويل حوالي 15 سطر، فيها ركاكة وفيها بعد عن الفصاحة النبوية، وفي هذا الحديث يتضمن معاني فاسدة غير صحيحة، منها كما ذكر في فتوى العلامة الشيخ طاهر ابن عاشور، له كتاب اسمه فتاوى الشيخ الطاهر ابن عاشور، ذكر انه في هذا الحديث، وهذا الحديث موجود هنا المكاتب، ان الله تعالى خلق قبل الاشياء، لما سأل سيدنا جابر بن عبد الله على حسب ما هو مر في الحديث، بنقرأ لفظ الحديث، أخبرني عن أول ما خلق الله، فقال نور نبيك يا جابر، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله. الشيخ ابن عاشور بيقول هنا يقول هذا حشر في الكلام، ما معنى فجعل ذلك النور يدور بالقدرة؟ وهل الأشياء كلها تدور إلا بالقدرة؟ يعني إذا هذا اللفظ معناه أنه ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حشر يعني زيادة في الكلام، لأن الأشياء كلها لا تتحرك إلا بقدرة الله. ثم في الحديث ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جن ولا إنس ولا جنة ولا نار ولا أرض ولا ولا ولا، قال هذا تطويل ثقيل تتنزه عنه البلاغة النبوية، وكان يغني أن يقال ولم يكن شيء مخلوق، زي حديث كان الله ولم يكن شيء غيره، لم يقل كان الله ولم يكن عرش ولا كرسي ولا ملك ولا أزهر ولا عين شمس ولا تطويل، يعني تتنزه عنه فكان يكتفى أن يقول
كما عهد من فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته أن كلامه كان يعده إيه العاد. ثم ذكر أيضا معارضة هذا الحديث لما ثبت في الصحيح من سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وأبي داود، يعني قال هناك حديث آخر صحيح يعارض هذا الحديث، وهو أول ما خلق الله القلم. فهذا الحديث يعارض الحديث بتاع إيه؟ مصنف. وهناك أشياء أخرى فيها إيه؟ دلائل على أن الحديث إيه؟ موضوع، مع أن عقيدة إيه؟ الأشياخ من أهل الله تعالى ومن أهل التصوف على أولية إيه؟ الحقيقة المحمدية، ولكن ليس مستفادا أو إيه؟ ليس هذا الحديث واردا. يعني كون الحديث ده باطل مش معناه الذي يستدل به، فهناك ممكن يؤخذ من معاني صحيحة أخرى غير هذا الحديث. المهم هذا الحديث حديث موضوع، وفيه من ألف فيه في رسالة الشيخ عبد الله الصديق الغماري إرشاد الحائر إلى بيان وضع حديث جابر، يعني حديث موضوع بدليل أنه لا يوجد له ذكر قبل كتاب المواهب والزرقاني، ما فيش ذكر في الايه في القرون العشر الماضية، لم يوجد له أي ذكر. ما في كل ده متأخر في بعض صحيح معنى صحيح. ومعناه غير صحيح، معناه إيه؟ فيه فساد، ويعارض حديث صحيح، وفيه ركاكة في الايه في الأسلوب. ولما ورد أنه خلق النور المحمدي وسماه محمدا، ولأنه مكتوب على أوراق أشجار الجنة وعلى دائرة العرش، ولا يدخل أحد من الجنة إلا بذكره ولو من الأمم السابقة، لأن الأنبياء نوابه لما ورد في الحديث الشريف لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي. ولأخذ الميثاق على الأنبياء أنه لو ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وواحد منهم حي ليؤمنن به ولينصرن. ومحمد بدل من نبي أو عطف بيان، والأولى جعله عطف بيان. والأولى ليه جعله جعله ليه بتبدل تحسد أولى حرف جر؟ والأولى جعله عطف بيان، يعني القاعدة كل ما يجوز أن يعرب بدل يجوز أن يعرب عطف إيه؟ بيان، إلا في مسألتين موجودين في شرح الألفين. يبقى إذن هنا الأولى نقول إيه؟ عطف إيه؟ بيان وليس بدل. ليه؟ لأنه في البدل دائما يكون فيه بدل وإيه؟ ومبدل منه، والمبدل منه في نية الطرح والرمي. إيه هو المبدل منه؟ اللي هو نبي. طب وإيه هو البدل؟ محمد. يبقى معنى كده هنطرح المبدل إيه منه، وهو إيه؟ مقصود أيضا. يعني معناها مش مقصود طرحه ولا إهماله، لكن هذا مقصود وهذا إيه؟ وهذا مقصود. لأن المبدل منه في نية الطرح والرمي. يعني الأولى أنه نعرف عطف إيه؟ بيان، ولا ومع أنه في اللغة يجوز أن يعرف بدل. طب لماذا اخترنا أنه عطف بيان على اختيار أنه بدل؟ لأن المبدل منه في نية الطرح والرمي، ولكن هنا مقصود وليس مطروحا وإيه؟ ولا مرميا به، لأن وصفه بالنبوة مقصود ومعتبر وليس مهمل أو مطروح. لأن المبدل منهم في نية الطرح والرمي، مع أن وصفه بالنبوة مقصود أيضا، وهو علم منقول من اسم مفعول الفعل المضعف. طيب قبل ما نقول علم أو كذا، اسمه إيه محمد؟ ورد في بعض الكتب السير أن من سماه به، من اللي سماه به؟ جده. وفي روايات ثانية أنه اللي سمته أمه، ألهمت. طبعا أبوه إيه؟ توفي قبل إيه؟ قبل ولادتي وهو حمل. فإذا انحصر أن يكون المسمي له
إما مين؟ أم أو جد. هذا على حسب ليه؟ يعني المرء في الكتب الإسلام. ولكن في الحقيقة المسمي له هو الله تعالى اللي هو سماه حقيقة الليل، الذي يدل على أن الذي سماه محمد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه أظهر هذا الاسم قبل ولادته، يعني أظهر على ألسنة الأنبياء السابقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول، يعني ذكر اسمه في الكتب السابقة قبل أن يوجد أم أو أبو أو جد. قال المسمي له هو الله سبحانه وتعالى لأنه أظهر ذلك قبل ولادته في الكتب المنزلة، فهو بتوقيف شرعي. يبقى دور جده أو أمه أن الله تعالى ألهمه بالاسم الذي عينه الحق سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك عن اختيار منهما بل عن إلهام، يعني وقع في قلب جده أو قلب أمه أن تسميه محمدا ولم تجد لذلك دفعا ولم تستشر أحدا، يعني بإلهام بتعيين بتخصيص بخلاف. نعم لا، ما هو المادة هي لسه حياتي كلام مال، يعني معناها متعين ذكره في الكتب الايه، وكون الحق سبحانه وتعالى كتب اسمه على عرش محمد. هل هذا معناها المسمي له حقيقة هو مين؟ ولذلك ذكر الإمام النووي في حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس مرفوع اسمي في القرآن محمد، والقرآن ده كلام الله تعالى، يعني سماه الله تعالى في القرآن، بلاش من تسمية سيدنا عيسى. في القرآن اسمه ايه؟ محمد رسول الله، والقرآن كلام الله وصفته الايه؟ القديمة. يبقى معناها لا يمكن يكون التسمية بتاعته ايه؟ في الحقيقة لا يمكن أن يكون المسمي بها غير الله، لأنه مذكور في القرآن. نعم واضح؟ نعم. ده قضية ثانية، ومذكور في الإنجيل بدليل إيه؟ بشارة سيدنا عيسى عليه السلام، وذلك الحديث مرفوع عن سيدنا عبد الله بن عباس اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد، لأني أحيد عن أمتي نار جهنم يوم القيامة. يبقى موجود الاسم ده قبل إيه؟ يبقى دور أمه أو جده هو إيه؟ الإلهام فقط، يعني أمه. نعم سيد. نعم. هل ورد عبد المطلب ورد في المنام الله سبحانه وتعالى أشار إليه يسمى أحمد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو إيه الفرق بين أحمد وبين محمد؟ قلنا إنه أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم توقيفية بإجماع باتفاق، وأما أسماء الله سبحانه وتعالى ففيها خلاف. نعم. كده يعني في من قال بإيه؟ لأنها توقيفية، وفي من قال بعدم التوقيف. نعم. والراجح أنها إيه؟ أنها توقيفية، يعني هم مذهبان. نعم. والحكمة في ذلك زي ما قلنا أنه صلى الله وسلم بشر يتساهل في شأنه ويطلق عليه ما لا ينبغي. نعم. فأغلق هذا الباب، لأننا أمرنا بتعظيمه وألا نجعل أسماءه أو دعاءه أو الحديث عنه كدعاء بعضنا بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، فبسبب سد له الذريعة. لكن مقام الألوهية لا يتجاسر عليه أحد، فلذلك قيل بعدم التوقيف على رأي من قال إن أسماء الله تعالى غير إيه؟ غير توقيفية. ونقل الإمام الغزالي في الإحياء الإجماع، وأقره ابن حجر في الفتح على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية، يعني بتوقيف وتعليم من الوحي، لا يجوز لنا أن نسميه صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه،
وقد ألهم بذلك جده على الصحيح وقيل أمه. معنى ألهم به أي أن الاسم مقرر ومتعين ومخصص له. ومع ذلك ورد إنه في ثلاثة ذكرهم السهيلي في الروض الأنف وزاد بن كثير أكثر يمكن اثنين ثاني أو ثلاثة أنهم تسموا بهذا الاسم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الثلاثة اللي ذكرهم الإمام السهيلي في الروض الأنف؟ محمد بن سفيان ابن مجاشة، ومحمد بن أحيحة ابن الجلاح، ومحمد ابن حمران ابن ربيعة. الثلاثة دول تسموا، نقول هذا الاسم لم يكن إيه؟ لم يكن موجودا ولم يكن معروفا قبله، فكيف ورد في كتب السير أن هناك عددا سواء كان ثلاثة أو إيه أو خمسة أو أكثر تسموا بهذا الاسم؟ بهؤلاء الثلاثة عندما قرب أوان أو ظهور زمنه صلى الله عليه وسلم وسبق ذكره على ألسنة الأنبياء السابقين وفي كتب أهل الكتاب، طمع آباء الثلاثة أن يكون ولدا لهم. إذا معناها في الحقيقة لم يتسمى إيه؟ ده أول ما ذكر هذا الاسم أنه سيكون نبي آخر الزمان وتداول الناس ذلك، راحوا على طول قال نلحق بسرعة، أي واحدة فينا امرأة حامل تضع نسمي هذا الاسم لعله يكون إيه؟ هو. إذا هو الاسم له ولم يعرفه أحد من قومه قبل إلا عندما سمعوا بذكره فسموا به أبناءهم طمعا في أن يكون هو النبي الموعود، ولكن خابت آمالهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى هذا الاسم مخصوص له، إنما قالوا سمعوا يعني من أين جاءوا به؟ لما سمعوا بذكره وعلموا فضله ومكانته طمعوا أن يكون هذا النبي. زي النساء زي في الجاهلية، من نساء كنا يعرضن أنفسهن على عبد الله رجاء أن يكون واحدة منهم من أم لهذا النبي. هذا هو السبب في تسمي ثلاثة أو خمسة أو أكثر أو أقل بهذا الاسم قبل ولادته، يعني في زمن قريب من زمن ولادته صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل الجنة أحد الجنة إلا بذكر، يعني لو ما ذكرتوش قلت أشهد أن لا إله إلا أن محمد، إذا لم تذكره في الشهادة، يعني إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقط، هل تدخل الجنة ولا لازم تتم معها ذكر محمد رسول الله؟ أهو هذا المقصود. نعم؟ لا يعني يراد بعد بعثته. بعد بعثته. نعم. اشتهر صلى الله عليه وسلم في السماء النبي صلى الله عليه وسلم. حيأتي بعد قليل الفرق بين أحمد وبين وبين محمد لما نشرح لسه. ما لسه ما زلنا في الشرح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهو علم منقول من اسم مفعول الفعل المضارع. يعني هو علم، مش كده عرفنا علم يعني ايه معنى علم؟ يعني وضع لتمييز الذات عن عن غيرها، يعني ما في صفه يعني، بس مراد به التمييز. وان كان معناه منقول من من وصف، يبقى منقول من اسم مفعول، مش كده؟ مش في عندنا اسم مفعول واسم فاعل. ايه اسم الفاعل؟ حامد. اسم المفعول محمود. طب كيف يبقى محمد؟ قال لك ما هو في حاجتين، في عندك حمده يبقى اسم المفعول منها محمود، فهو ليس اسم مفعول من حمده ولكن من حمد بالتشديد، يبقى مضعف. يعني ايه معنى مضعف؟ يعني مكرر العين. يعني اذا وزناه هيبقى مفعل. فين التكرير؟ في في فاء الكلمه ولا في لامها ولا في عينها؟ يبقى مضعف يعني مكرر العين.
وهو حمد بالتشديد. يعني مأخوذ من الفعل مش خد بالك هنا الفرقة، لم يؤخذ من الفعل حمد وإلا كان كان محمود، وإنما من الفعل حمد بالتشديد. نعم. ينفع، وإحنا قلنا هو على الحالتين اسم مفعول، على الحالتين لو كان اسمه محمود يبقى اسمه مفعول. ولو كان اسمه محمد اسمه مفعول، يعني ده اسم مفعول وده اسم مفعول، لكن هذا من المضعف والثاني من غير الايه؟ وهو من غير المضعف. فهو صلى الله عليه وسلم اكثر الخلق حامديه ومحموديه. يبقى اكثر الخلق محموديه يبقى لازم يكون اسمه ايه؟ محمد. طب واكثر الخلق حامديه يبقى لازم يكون اسمه احمد. يبقى معنى احمد ده افعل ايه؟ تفضيل. يعني ايه معنى احمد؟ يعني اكثر الخلق حمدا لله واكثر الخلائق يحمد، يبقى هو ايه؟ محمد. يعني معناه الذي يحمد مره بعد مره، او الذي يكثر الناس من محامده او من الثناء عليه. لو كان من حمد حيبقى محمود، فهو محمود ايضا، هو محمود. ما دام مفعول محمود مفعول، ومحمد برضو مفعول بس من المضعف، هذا مفعول وهذا ايه؟ من اسم الفاعل حامد. من ايه؟ من لا من حمد. طب ومن حمد هتبقى حماد، شفت كده؟ هتبقى فعال عشان ده صيغه ايه؟ مبالغه. وهو حمد بالتشديد لانه اكثر الخلق حامديه. يبقى اذا محمد على وزن مفعل، مبالغه من كثره الحمد. طبعا معروف كده لمن يعرف اللغه انه هيبقى ابلغ من محمود، لانه محمود هيبقى مشتق من ايه؟ من حمد. اما محمد من ايه؟ من حمد. وكلاهما على صيغه اسم المفعول، وهو يفيد إيه اسم المبالغة؟ يفيد المبالغة في المحمودية. أما أحمد فإنه يفيد المبالغة في الحامدية، لأن الأول يدل على من كثرت، اللي هو الأول هو إيه؟ محمد. عندنا محمد وعندنا أحمد وعندنا إيه؟ محمود. فالأول يدل على من كثرت صفاته المحمودة، والثاني من قام بحمد غيره. طب يقصد من قام بحمد غيره؟ من قام بحمد الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأعظم من حمد. فهو أجل من حمد، ما فيش حد حمد ولا ظهرت الثناءات عليه ولا الفضائل مثله. وهو كذلك أعظم من حمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يفتح عليه في الآخرة بمحامد لم يحمده بها أحد ولم يعرفه أحد، لم يعرفها أحد، فيحمد النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه سبحانه وتعالى يوم الإيه؟ يوم القيامة. وهو محمود، وهو محمود عند الله. يعني مثلا عاوزين نعرف مثلا ليه هو صلى الله عليه وسلم كثرت صفاته المحمودة ولم يوجد من حمد من على 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 على, على, على ايه؟ على اسمه محمد. يعني لم يوجد من حمد مثله. ليه؟ لأنه مهما كثرت المحامد بالنسبة لغيره فهو صلى الله عليه وسلم أعلاهم. ليه؟ لأنه محمود عند الله وعند الملائكة وعند إخوانه من الرسل وعند أهل الأرض قاطبة حتى من كفر به. يبقى شوف الحمد له اجتمع من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى ومن الإيه؟ الملائكة ومن الأنبياء والرسل ومن المؤمنين بذا معروف. طب ومن الكافرين كيف ذلك؟ لأنهم وإن كفروا به لكنهم نعتوه بصفات الكمال المحمودة عند كل عاقل. مش أثنوا عليه وسموه إيه؟
الصادق وسموه الأمين ولم يتهموه بالكذب، ده من الناحية العقلية. لكن عند الرسالة كذبوا عنه، حتى الكذب لم يصفوه به. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم يعني المسألة إيه؟ عناد وإيه؟ وجحود وإنكار، إنما في الحقيقة يعلمون إيه؟ صدقه ويصفونه بمكارم الأخلاق ويعلمون شرفه فيهم. هو محمود عندهم لأن من ذكرت فيه هذه الصفات إذا كان عاقلا لا يجد نفسه إلا حامدا لصاحبها. يبقى إذا محمود حتى عند من كفر به من ناحية الإيه؟ المكارم والخصال التي اتصف بها والتي شهدوا هم أنفسهم بها له. يلا. ولذلك لم يذكر اسمه في القرآن مجردا عما يشعر بالتعظيم بخلاف غيره من الأنبياء. يعني معناها في القرآن الكريم إذا خاطبه الله سبحانه وتعالى دائما يقرن ذلك بوصفه بالرسالة أو بالنبوة. نعم. حتى يعني لم يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا ومقرون بالتعظيم. يعني مثلا في سورة الفتح محمد الرسول في تعظيم بعض وصفه بالرسالة. في آية في سورة الأحزاب بعض الناس يفهم أن اسمه صلى الله عليه وسلم. مرة كنا في الأزهر زمان أحد العلماء الكبار كلام من 20-30 سنة، فقابله شاب فقال له أنت تقول إن اسمه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في القرآن إلا مقرونا بالتعظيم، ففي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه لم تقرن بشيء، ما كان محمد أبا أحد. فقال له أكمل الآية كمل، ولكن رسول الله وخاتم. شوف الإلهام وجاء لمين؟ لهذا الشيخ. قال له بس كم من آية في نفس الآية، ولكن رسول الله. وقال له الآية دي لم يذكر فيها تعظيم مثل ما ذكر في هذه الآية، وصف به لأنه خاتم النبي. فلا يوجد موضع في القرآن مذكور فيه اسمه إلا مقرون به بالتعظيم. بعض الناس يسأل مثلا ليه لما بشر بي سيدنا عيسى قال برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد، ولم يذكر إيه؟ اسمه محمد. إحنا الآن شرحنا، أنتم مفروض تجاوبوا، لأن محمد قلنا هنا على وزن إيه؟ مفعل، يعني إيه؟ من يكثر الناس حمده مرة بعد إيه؟ مرة. فهذا متوقف على ظهوره بين الناس، إنما البشارة به قبل وجوده ما تكونش بمحمد، لأنه معنى محمد يعني الذي يكثر الناس حمده، وهذا لا بد أن يكون بعد ظهوره وبعد وجوده في هذه الدنيا. أما حقيقته عند الله أنه أكثر الناس حمدا، فلا بد أن يتقدم اسمه أحمد على اسمه محمد. ولذلك جاء في البشارة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني عندما يأتي يبقى اسمه إيه؟ اسمه محمد، لكن قبل أن يأتي يبقى اسمه إيه؟ أحمد، لأنه محمد ده متوقف على إيه؟ على ظهوره بين الناس. أبلغ في ما في حاجتين، البلاغة هذا أبلغ وهذا أبلغ، لكن هذا أبلغ في الحامدية محمد وأحمد، ومحمد أبلغ في المحمودية، يعني هو إيه؟ أكثر الناس حمدا، فهذا من ناحية إيه؟ الحامدية. طيب وأكثر الناس يحمد، فهذا في إيه؟ في المحمودية. ولذلك كان المفروض نقوله إيه؟ في الحامدية أحمد وفي المحمودية محمود، لكنه من الإيه؟ من المبالغة والكثرة سمى إيه؟ محمد ولم يسمى بإيه؟ بمحمود. لأنه لو كان اللي يأتي الرسول مش اللي يأتي الاسم، والاسم مسمى موجود لكن حيكون الرسول. مع ذلك أنه مقتول عنه بعد، ما حدش بيفكر في التفكير اللي بتفكر انت. وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وعشان كده اسمه أحمد ذكر الحمد في كتابه.
وأمته هم الحمادون، وبيده لواء الحمد، يعني كل إيه حياته آخرته كل إيه حمد لله سبحانه وتعالى. وكل الأنبياء والأمم السابقة تحت ذلك اللواء، بقوله في الحديث آدم فمن دونه تحت لوائه. هنا محمد بعدها كمل. وأول من سماه به ربه. أيوة أول من سماه به ربه. وأول من سماه به في الأرض أمه أو إيه أو جده. نعم. وأول من سماه به في الأرض أمه، ثم أظهر ذلك جده لرؤية كان رآها. يعني يقال أن جده عبد المطلب سماه بذلك لرؤية رآها في منام، أن يسميه محمدا. أما المسمي، لا تنسوا هذا، المسمي له بهذا الاسم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لأنه لماذا لم يفكر مثلا عمه أبو طالب أو أعمامه في تسمية أبنائهم، لماذا لم يفكر أحد؟ حتى قلنا الذين تسموا لم يعرفوا هذا أو لم يخطر ببالهم إلا بعد إشاعة أخبار ودنو أو قرب زمن. قوله العاقب أي القاتل، أي الذي العاقب ده قلنا محمد ده إيه اسم، أما العاقب ده صفة، ولكن أطلقت أو جعلت اسما مجازا، يعني هي صفة ولكنها من باب المجاز نخليها إيه اسم، فيكون من أسمائه ومن ضمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب. ولذلك جاء في الحديث أنا العاقب فلا نبي بعدي، أو أنا العاقب الذي ليس بعده نبي. يبقى العاقب هنا معناها إيه؟ معنى العاقب يعني الذي ختمت به النبوة، الذي ليس بعده نبي، يعني القاتل. أي الخاتم، أي الذي أتى ختاما لرسل الله وأنبيائه. ففي الحديث أنا العاقب فلا نبي بعدي، يبقى العاقب يبقى وصف، ولكن هذا الوصف نزل منزلة الاسم مجازا، يعني لأنه لم يشترك معه صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة أحد من الأنبياء. هل شاركه أحد في ختم النبوة؟ فلا نبي معه ولا نبي بعده، فأصبحت العاقب بدل ما هي صفة بقت إيه؟ بقت اسم، بقت علم عليه. أول ما تسمع العاقب يعني هو الخاتم. واحد يقول لك صلي على خاتم المرسلين، مش هيجي في بالك سيدنا موسى ولا أي نبي إلا مين؟ إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أصبحت العاقب إيه؟ مش وصف، أصبحت اسم علم. نعم. ففي الحديث أنا العاقب فلا نبي بعدي، أي تبتدأ نبوته فلا ينافي. طب أنا العاقب فلا نبي بعدي، مش في أحاديث صحيحة تؤكد نزول سيدنا عيسى عليه السلام وهو نبي، وفي بعض الروايات تؤكد وجود الخضر وإلياس. إلياس طبعا ده نبي، أما الخضر مختلف في نبوته، خضر وذو القرنين والعزير ثلاث وأربع تقريبا مختلف في إيه؟ في ولقمان مختلف في نبوته، أما سيدنا عيسى ده نبي قطعا. فحينزل في آخر الزمان، فيكون نزوله بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ويقول صلى الله عليه وسلم أنا العاقب فلا نبي بعدي، أي فلا نبي تبتدأ نبوته. أما نبوة عيسى فهي مقررة قبل مجيء النبي، والكلام في النبوة اللي هي إيه لسه هتنشأ جديدة، إنما ده مش نبوة جديدة. وعندما ينزل لا ينزل بوصفه نبيا، وإنما بوصفه تابعا لمين؟ لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي ابتدأ نبوته فلا ينافي نزول عيسى عليه السلام. يعني ما فيش منافاة بين نزول عيسى وهو نبي وبين قوله أنا العاقب فلا نبي بعدي، ما فيش أي منافاة. ووجود الخضر وإلياس الآن، قوله
لرسل ربه إن قلت كما يعني هنا بيقول إيه على نبي جاء بالتوحيد ها وقد خلى الدين وقد عرى الدين عن التوحيد محمد العاقب لرسلي بتسكين الايه السين عشان الوزن وهي لغة أيضا يعني في قراءة أبي عمرو يقرأها كده سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا يسكن ايه السين ورسلكم وهكذا هي لغة وسكنت ليه لضرورة ليه الوزن قال محمد العاقب لرسلي لماذا لم يذكر ايه الانبياء يعني وصفه بانه عاقب للرسل مع انه صلى الله عليه وسلم عندما وصف نفسه بالعاقب لم يقل فلا رسول بعد انما قال فلا نبي فكان المفروض هنا يصف به العاقب للانبياء وليس المين للرسل فاختار اختار يعني ايه ما هو السبب في اختيار التعبير بالرسل دون ايه لانه امدح يعني مدح بالرسالة اعلى من مدحه بالنبوة لانه الرسالة ايه اعلى كده وهو الرسول نبي ايه وزيادة عندما نمدحه بوصفه بالرسالة أعلى من إيه من مدحه بوصفه بالنبوة لذلك عندما وصفه الله تعالى وصفه بالرسالة فقال محمد رسول الله وقال وما محمد إلا رسول ولم يقل إلا إيه إلا نبي معنى كده اختيار الرسل بدلا من الأنبياء لأنها إيه أمدح وأبلغ في المدح طب ليه هل الرسالة هذا سؤال أفضل ولا النبوة طبعا الرسالة أشرف من النبوة ليه لجمعها بينهما ما هي الرسالة بتجمع النبوة مع الرسالة وأيضا لجمعها بين الحق والخلق يعني الرسالة بتجمع بين حاجتين بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق يعني بين المرسل وبين المرسل إليهم خلافا لسيدنا ومولانا الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه فإنه قال النبوة أفضل من الرسالة ليه؟ لأن النبوة قال لأن فيها انصرافا من الخلق إلى الحق أما الرسالة فيها العكس انصراف من الحق إلى الخلق لما يشتغل بإيه؟ بأحوال الناس وفض المنازعات والخصومات بينهم يبقى معناه إيه؟ انصرف من الحق إلى الخلق إنما في النبوة والتلقي بينصرف من مين؟ خلق لله معنى عند الإمام العز بن عبد لكن كلاهما إيه؟ فيه صلى الله عليه وسلم هذا, هذا, هذا الكلام تظهر فائدته في الشخص الواحد يعني معناها يعني الشخص الواحد الموصوف بأنه رسول وأنه نبي إيه الجانب اللي فيه أفضل من الجانب الثاني جانب الرسالة ولا جانب النبوة فالتفضيل ليس باعتبار شخصين إنما باعتبار شخص واحد فمن جهة رسالته أفضل أو نبوته أو العكس فلا تنسى أن التفضيل هنا في إيه في ذات واحدة مش في اثنين محل واحد كما يجيش ما يترتبش عليه إيه؟ شيء إن قلت كما أنه خاتم كما أنه خاتم الرسل خاتم الأنبياء أيضا أجيب بأنه أطلق الخاص وأراد العام طب هنا هو قال محمد العاقب لرسل ربه مع أنه في القرآن الكريم لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خاتم النبيين ولم يذكر بأنه خاتم المرسلين قلنا هنا في عام وفي خاص فالنبوة عامة والرسالة خاصة والقاعدة أن ختم ختم الأعم يستلزم ختم الأخص ولا عكس فإذا قال وخاتم النبيين فمعنى هذا أنه خاتم المرسلين لأنه لا يوجد رسول ليس بنبي فإذا ختمت النبوة لا بد من ختم الرسالة ولا عكس ما دام ما فيش نبوة لا يمكن تكون في رسالة لأنه هل يوجد رسول مش نبي يبقى معناه
بلاغة أو دقة أو عظمة القرآن الحكيم الذي هو من إيه من لدن حكيم عليم، أنه سبحانه وتعالى اختار لفظ النبوة، لأنه لو قال وخاتم المرسلين يطلع لنا واحد يقول إيه، يقول أنا نبي، تيجي تقول له يقول لك أنا ما قلتش رسول، لختمة الإيه اللي ختمت الرسالة. فالآن لو ظهر واحد وزعم أنه نبي وقل أنه رسول هيبقى كذاب، لأنه يقول له تعالى طالما أنت رسول كل رسول نبي، إذا معناه أنت نبي، إذا قال لا أنا مش نبي إذا معناه مش رسول. يبقى أول مرة قال وخاتم النبيين، يعني معناها غلق باب الإيه. ولذلك الحديث اللي في البخاري لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله ولم يقل نبي الله. شوف كده يعني معناها إيه، هذه إشارة عظيمة لإيه، إن القرآن يعني ده معجز إلى أن تقوم الساعة. أجيب بأنه أطلق الخاص وأراد العام، أو في الكلام كفاء على حد سراديل تقيكم الحرب. يعني عاوز أقول لك يعني قال العاقب لرسل ربه ولم يذكر النبوة، أطلق الخاص وأراد العام، أو في الكلام اكتفاء. يعني أقول لك العاقب لرسل وأنبياء ربه، يعني هو عاقب الرسل وعاقب الأنبياء، ولكنه اكتفى بواحدة عن الأخرى، وهذا موجود في اللغة العربية اسمه ليه؟ الاكتفاء. يعني تذكر حاجة وتترك الثانية اكتفاء بذكر واحدة منهما، كما قال تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. طب لماذا لم يقل اكتفاء كما قال تعالى فئة تقاتل في سبيل الله كده وأخرى كافرة؟ طب لماذا لم يقل عن اللي في سبيل الله مؤمنة اكتفاء بوصف الأخرى به؟ طب لماذا لم يقل عن الأخرى تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء بذكر في سبيل الله في الايه في الأولى؟ احتباك واكتفاء والاثنين داخلين مع بعض، كما في قوله تعالى إن إيه هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني هنا في الآية هنا في احتباك وفي اكتفاء مع بعض. ليه؟ لأنه شاكرا في اللغة العربية تقابلها كافرا. قال شاكر، طب فين الكافر؟ ما قالوش. قال شاكرا وإما كفورا، طب فين الشكور؟ يبقى معناها حذف كافرا لدلالة شاكرا. طب وحذف شكورا لدلالة كفورا، يبقى المذكورين أربعة مش اثنين. يعني شاكر قد لما يكون في شاكر، طب ما قالش في شكور، ما قال في الثانية كفور، فدل على انه في شكور. طب ولما قال وإما كفورا يعني كفورا شديد الكفر، فكيف يوجد شديد الكفر ولا يوجد قليل الكفر؟ ده من باب أولى، يبقى معناها ايه مذكور أيضا. والرب يقال بمعاني منها السيد والمال محمد العاقب لرسل ربه، مش كده؟ نعم. ربه، الرب ده ايه؟ الرب اذا اطلق كده بالالف واللام كده الرب ولم يجمع ولم يضف يبقى لا ينصرف الا الى الله، خاصة اذا عرف ولم يجمع. انما لو قلنا ارباب يبقى معقول؟ لا. طب ولما أو أضيف، لو واحد قال رب الدار أو رب البيت، إذا كان رب البيت يبقى أول ما تجيب الألف واللام كده يبقى خاص بالله. إنما إذا أضيف يبقى ممكن يقال إيه رب البيت رب الأسرة وهكذا، ولكنه يطلق بمعاني. يعني الرب في اللغة إيه السيد والمالك. ها قول. والرب يقال بمعاني منها السيد والمالك والمصلح والمربي والخالق والمعبود والمدبر والحائز والصاحب والثابت والقريب والجامع. طب انت لما تدور في الاسماء الحسنى الله لا اله الا 99 ما تلقاش فيها ايه الرب. ليه؟ لانه من معانيه الصاحب، وهذا لا يطلق على ايه على الله تعالى الا وصف، اللهم انت الصاحب. فلما كان من معانيه ما لا يصح إطلاقه على الله تعالى لم يذكر في الأسماء الحسنى، لكن قلنا إذا عرف
وما ينصرفش الى الا. اما اذا جمع او اضيف يقع فيه الاشتراك، هو بمعنى السيد، هذا معنى يطلق على الله، المالك المصلح المربي الخالق المعبود المدبر الحائز الصاحب الثابت القريب الجامع، اذا في معنى فقط اللي هو ايه الصاحب. على وصف، على انه وصف وليس على ليس في الاسماء الصاحب. نعم. والمحيط والكثير الخير والذي يولي النعم ويزيدها، يعني موالاة النعم وايه وزيادتها. نعم. وهو في الاصل، وهو في الاصل مصدر بمعنى التربيه، وهي تبليغ الشيء شيئا فشيئا الى الحد الذي اراده المربي. يعني تبليغ الشيء، يعني انا لما يجي واحد عاوز يهذب انسان او عاوز يقوم سلوكه بيديله التقويم ده دفعة واحدة، ولا شيئا فشيئا حتى إيه يقوم سلوك أو حتى يصل إلى الحد الذي أراده المربي. يعني الرب دي تساوي إيه كلمة عدل، دي مصدر ودي إيه ودي مصدر. يبقى الرب ده إما أن تكون مصدر يبقى هتبقى بمعنى إيه عدل، دي هتبقى على على بنفس إيه صيغة عدل. وإما أن يكون اسم فاعل مش مصدر، يبقى لو كانت مصدر هتبقى بمعنى التربية، يعني مثلا يقول لك ربا يعني تربية. طيب ولو كانت فاعل هتبقى إيه رابب كده، أصلها هيبقى إيه رابب، حذفت إيه ألفه وأدغمت الباءين في الأخرى. عندك هيبقى إيه نحذف الألف رابب عشان الوزن. نعم. فإذا حذفت الألف هرجع عندك إيه باءين، فهتدغم باء في باء، وذلك تجد الباء بتاعت رب مشددة، رب ربكم ورب آباء في تجديد. سبب التجديد إيه أو سبب الإدغام، إدغام إحدى الباءين في الأخرى. وقيل اسم فاعل أصله رابب حذفت ألفه وأدغمت إحدى الباءين في الأخرى، أو صفة مشبهة وأصله رابب كحذر. يبقى لو كان اسم فاعل هتبقى رابب. نعم. زي إيه؟ ولو كانت في صفة مشبهة، ما الصفة المشبهة بتبقى مشبهة باسم الفاعل. نعم. زي ما نقول حذر وإيه وحاذر. حاذر ده إيه؟ اسم فاعل. طب وحذر صفة مشبهة. فلو كانت صفة مشبهة هتبقى أصلها إيه رابب. زي إيه حذر. نعم. وإذا أفرد ودخلت عليه أن اختص بالله، اختص بالله سبحانه وتعالى. قلنا إذا أفرد رب ودخلت عليه أل، وفي حاجة ثانية أو أضيف من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كانت الإضافة من غير الله ممكن يقع على غير الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إيه إن ربكم الله الذي، بالإضافة من مين؟ إنما لما يجي فرعون يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم، يبقى الإضافة مش حد، يبقى هنا مش، يبقى إذن نكتفي بحاجتين اللي هم أل وإيه لا أل وإيه ثاني والإفراد. أما الإضافة لا، لأنه ممكن تقع الإضافة من غير الله. فلما يقول أنا ربكم فرعون معناه يقتل مين؟ يبقى لي منام عزيزي أنا. قوله وآله معطوف على نبي محمد، محمد كده عشان ايه عطف بيان محمد العاقب. طب وسكن عليه المفروض يكون العاقب برضو عشان ايه الوزن. محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. احنا عاوزين نشرح ثلاث كلمات بس مش هنستطيع، لما الآل هي معنى الآل، وهي معنى الايه الصحب يعني، وهي معنى الحزب آله وصحبه واحد. خذ شوية في آله إذا استطعنا. قوله وآله معطوف على نبي، أي ثم سلام الله مع صلاته على آله، وجازت الصلاة على غير الأنبياء تبعا. يعني هل هنا بيصلي الحمد لله على ثم صلاة الله مع، فكيف يصلي على غير الأنبياء؟ لما هل آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هم أنبياء؟ فتجوز الصلاة على غير الأنبياء ومنهم الآل تبعا. نعم. ليس إيه استقلالا. نعم. نعم.
يعني نقول وعلى على محمد وعلى آل، يعني تابعون له في إيه؟ في حكم الصلاة والسلام عليه. فهذا يسمى إيه؟ بالتبعية وليس بالاستقلال. وحكي فتعالى عاوز الكلام. وحذفت على لضرورة النظم، وإلا فالأصل ذكرها للرد على الشيعة الذين يزعمون حديثا لا أصل له، وهو لا تفصل لا تفصيل بيني وبين آلي بعلى بعلى بعلى، يعني ما تقولش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الشيعة كده زعمت أنه في حديث لا تفصيل بيني وبين آلي بعلى، يقول اللهم صل على محمد وآله، ما تقولش وعلى آله. وهذا الحديث طبعا موضوع لا أصل له، وما أكثر الوضع عند الشيعة. وليبين بها اختلاف الرتب، بها اختلاف الرتب. والآن يعني لازم نقول على ليش؟ لأن رتبة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أصيلة، أما على آله فهي إيه؟ تبع. فلازم يكون في فرق بين رتبته ورتبة، إنما لو حذفنا على هتبقى الرتبة إيه؟ هتبقى واحدة. ولم يقل أحد بأن المرتبة واحدة. والآل في مقام الزكاة، يبقى الآل دي على آل لها معاني كثيرة. قال ما تسمع آل محمد أكثر من معنى، بس باختلاف المقامات. يعني آل في مقام الزكاة لهم معنى، غير في مقام الدعاء، غير في مقام المدح. يعني في مقام الزكاة غير مقام الدعاء وغير مقام المدح. ففي بالنسبة لمقام الزكاة اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ورد في صحيح الإمام مسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يعني الذين تحرم عليهم الصدقة مين هم؟ في مقام الزكاة. قالوا في مقام الزكاة بنو هاشم والمطلب عند الإمام الشافعي، يعني عند الإمام عند الشافعية أنه ممنوع أو يحرم إعطاء الزكاة لمن هم من بني هاشم وبني المطلب. مش عبد المطلب، المطلب اللي هو أخو مين؟ أخو هاشم. خلاص كده؟ يبقى الاثنين دول تحرم عليهم ليه الزكاة، بني هاشم وبني مين؟ أما عند المالكية بنو هاشم فقط، يعني يجوز إعطائها لمين؟ لبني المطلب. عند المالكية وعند الحنابلة أيضا المقصود بآل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة اللي هم مين؟ بنو إيه؟ بنو هاشم. أما الحنفية وسعوها عشان يعني هو مش حد بيدفع الآن عشان مش هينفع حتى رأي الحنفية مش الحنفية قالوا فرق خمسة: بني هاشم، ثم آل علي، وآل جعفر، آل عقيل، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب. كلهم دول إيه؟ تحرم عليهم إيه؟ الزكاة. إذا أراء المذاهب الإسلامية المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة في المراد بمين؟ بآل محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الزكاة. وبعضهم قال ممنوع ندفع الزكاة لبني هاشم، بس ده الكلام ده لما يكون في نظام الزكاة. لكن إذا كان ما فيش نظام فيجوز أن يدفعوها لبعضهم، يعني أغنياء بني هاشم يدفعوا لمين بس ما ياخدوش من غيرهم، يعني هم يدوا بعض، ما هم فيهم أغنياء وفقراء، يعني نظام داخلي ما ياخدوش من بره. أنتم من أين يا سيد؟ نعم. أنتم من أين يا سيد؟ نعم. وأنت؟ من عامة البشر. مولانا من المقصود هنا في الآية؟ ما قلنا في اعتبارات. عليكم السلام. إن شاء الله يرفع هنشتري تحفيز يكون متن الفريدة ومتن الجوهرة في السيد الأول، بس هيبقى تحفيز المتن من ضرب الكتاب وينبعث الرعصة كله شرطة. أنا حاجة إن شاء الله ما عاد اللي انتوا عارفين اللي انتوا عارفين. الله 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 الله
الله.